أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني كفاءات أردنية. كما عودناكم نستضيف نخبة النخبة من أبناء هذا الوطن عزيزة، وضيف حلقتي لهذا اليوم ضيف مميز، وهم إدارة مدرسة الارتقاء العالمية من مدير المدرسة. بداية يسعد مساك وأهلا وسهلا بالشباب، حياكم الله في ربوع مدرسة الارتقاء مع النرتقي. جميل جميل. سعادة مدير المدرسة الأستاذ شاهر الكسبة، بداية حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر، من هو الأستاذ شاهر وبداية سيرة حياتك المهنية والعملية؟ شاهر علي عوض الكسبة، معلم بوزارة التربية والتعليم سنة 1988، ارتقيت بالوزارة حتى وصلت لمدير مدرسة ثانوية أكثر من مدرسة بنفس العاصمة الحبيبة عمان، والآن أنا من بداية هذا العام من 1/9/2017 مدير لمدرسة مع النرتقي. جميل ما شاء الله عليك. الآن تحدثنا أكثر عن هذه المدرسة، ما هي الخدمات، ما هي المميزات، من أين أتت هذه الشعبية العالية لمدرسة الارتقاء؟ كان لي شرف ومميز أني أنا أكون من ضمن الفريق لمدرسة مع النرتقي. سمعة مدرسة مع النرتقي كون من سكان المنطقة عالية جدا في التدريس، سمعتها رائعة جدا بين الأهالي، الطلاب تميزوا بقدر عالي من المهارات والمعارف، المدرسة حريصة على تطوير الكادر بصورة إيجابية من خلال دورات وإشراف، حريصة على تطوير الطلاب وترفيه الطلاب، وحريصة على إدخال الأدوات الاتصال الحديثة والتكنولوجيا الحديثة لتخدم عملية التربية والتعليم، وبتسعى لرقي وتطور الطلاب لتحقيق معنى الارتقاء العلمي اللي في الاصل اسست المدرسه لهذا الغاية، لهذه الغايه. جميل ما شاء الله عليكم. الان تحدثنا اكثر عن طموحاتكم ونظرتكم المستقبليه لمدرسه الارتقاء. الطموحات المستقبليه انه نرى الارتقاء العلمي باكثر من فرع في المملكه الاردنيه الهاشميه وبالذات في العاصمه عمان، وان شاء الله تعالى العام القادم راح يكون في تطور اخر لمدرسه الارتقاء، انه المدرسه يعني عمرها قصير لكن تطورت في كل عام بتتطور الى مدى اوسع، وان شاء الله تعالى العام القادم بتكون الارتقاء بصوره رائعه جدا وتكون من المدارس المرموقه جدا في مدينه عمان. جميل ما شاء الله عليك. طبعا الاستاذ شاهر الكسبه مدير مدرسه الارتقاء، اعزائي المشاهدين، وهو احد الكفاءات الاردنيه واحد اعمده هذا البلد العزيز. سعادة الأستاذ شاهر الكسبة، الآن تحدثنا قليلاً بعيداً عن هذه المدرسة الجميلة. الأردن يرعم برعاية الأمن والأمان، الأردن عبارة عن حديقة داخل حريقة، أوضاع الدول حولنا أوضاع دول ملتهبة، نعمة الأمن والأمان ماذا تعني الأستاذ شاهر؟ تعني مجموعة من الكلمات، تعني السعادة، تعني الاستقرار، تعني الحب، تعني الولاء، تعني الانتماء، تعني أنها كل شيء في حياة هذا الإنسان. جميل، يا لها من كلمات جميلة من الأستاذ شاهر الكسبة. أستاذ شاهر، في نهاية لقائي الجميل معك بعد هذا اللقاء، لو حالفك الحظ وقابلت جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني أبو الحسين في ظل هذه القيادة الحكيمة، في ظل هذه القيادة الرشيدة، ما هو محور حديث حيكون بينك وبينه؟ أن تبقى الأردن في أمان واستقرار. جميل، يا لها من كلمة مختصرة جميلة من سعادة الأستاذ شاهر الكسبة، ونحن نقول له تقدم يا أبا الحسين ونحن جنود من خلفك. وفي النهاية أستاذ شاهر أنا بتشكرك لاستقبالك الرائع لنا عندك في المكتب ولدعمكم برنامج كفاءات أردنية، وسوف نستكمل لقاءنا مع إدارة هذه المدرسة لاستعراض بعض من المعلومات القيمة لهذه المدرسة الجميلة. أهلا وسهلا، حياكم الله. شكرا لك. ونستكمل معكم أعزائي المشاهدين حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الكفاءات الأردنية التي لطالما وعدناكم به من أهل الكفاءات، والآن معي من إدارة هذه المدرسة الجميلة مدرسة الارتقاء مساعدة المدير إيمان الغبيش. بداية يسعد مساكي. مساء الورد، أهلا فيكم. أنس إيمان، لو تعرفينا أكثر عن من هي أنس إيمان عن بداية سيرة حياتك المهنية والعملية. أنا اسمي إيمان الغبيش، تخرجت بكالوريوس كيمياء من جامعة مؤتة، كملت دبلوم عالي مناهج وأساليب تدريس في جامعة الأردنية، خلصت بال 2015، كنت بشتغل في أثناء تكملتي للدبلوم العالي. اشتغلت أول سنة لإلي بعد التخرج بمدرسة لمدة سنتين، درست فيها كيمياء ورياضيات.
أعطتني خبرة كثير كبيرة، كانت مدرسة قوية تعلمت فيها معظم الأشياء. بعديها انتقلت لمدرسة الارتقاء العلمي، أنا فيها من سنتين وهاي إن شاء الله السنة بكمل الثالثة. كنت أكمل الدبلوم العالي وأنا بمدرسة الارتقاء العلمي. جميل. بصراحة هم ساعدوني جدا في تكملتي، أعطوني طموح كبير، خلوني أتعلم إنه أي واحد بحط هدف بباله بيوصل له، أعطوني دفع قوي جدا، وقفوا معي فترة دراستي، كنت أحيانا أضطر إني أروح أبكر حتى ألحق الجامعة، فعلا ساعدوني جدا بهذا الإشي ودعموني، أعطوني فرصة إنه اللي بيطور حاله إحنا فعلا منساعده منوقف معه نرفع منصبه إلى آخره، يعني فعلا أنا بشكرهم جدا، ما قصروا معي فعلا. لمست هذا الإشي، أنا كان أول أسبوع إلي بالمدرسة قابلت المدير العام، كان عندي إله أسئلة، يعني كان يقول لي إنه في 5 أشخاص بهاي المدرسة غير قابل للاستغناء عنهم، فأنا كان عندي يعني شغف إنه بدي أعرف مين هدول الـ5 أشخاص، يعني إنه هدول الـ5 أشخاص إيش بيعملوا حتى إنه أنت إنه بتحكي إنه غير قابل للاستغناء عنهم. سألته 3 أسئلة، إنه هدول الـ5 أشخاص قابلين للزيادة، يعني ممكن إنه حدا جديد ينضاف على القائمة، وليش هدول الـ5 أشخاص، وإنه كيف الواحد بيقدر إنه يوصل لهذا الإشي. يعني إنه أنا لما أشتغل بمكان ما بحب إنه أكون مجرد عمل وينتهي، يعني بحب إنه أشتغل شغلي بأكمل وجه وأكون بالقمة دائما بالصف الأول من أي مكان بشتغل فيه، ما بحب أكون مجرد موظف وانتهى. فعلا هو أجابني يعني على إنه إيش الأسباب، وأنا سعيت بكل إشي بقدر عليه، كل إشي كان ينطلب مني أعمل زيادة، حتى الأعمال ما كانوا يطلبوها أحاول إني أعملها حتى إني أوصل لهاي الشغلة. فعلا أول سنة اشتغلت، يمكن هم كإدارة بيختبروك سنة، يعني مستحيل إنه على طول. بعد ما خلصت الدبلوم العالي برضو اشتغلت فصلين، كان دائما يقول لي إنه أحكي له إنه أنا مش حاسة، إنه خايفة إنه ما يكون في عدل، إنه ما في تقدير للأشخاص، كان يقول لي راح إنه أصبري، راح تلمسي هذا الإشي بإيدك وراح تشوفي إنه إحنا منقدر الأشخاص ومنقدر تعب الأشخاص ومنعطي كل واحد. فعلا إجا منصب مساعد مدير فجأة بدون ما يخبروني بدون ما كذا، كان يعني بداية هاي السنة خبروني إنه إحنا يعني نظرا لكفاءتك ونظرا لعملك عنا ولتعاونك معنا خلال السنة ونص الماضيين قررنا إنه نحطك منصب مساعد مدير، بالإضافة إلى إنه إحنا لأنه ما نقدر نستغني عن تدريسك للرياضيات، وإنه الطلاب دائما بيطالبوا إنه أنت تدرس رياضيات، إنه رح يعني شوية إنه يكون العمل صعب، إنه بدك تشغلي منصب مساعد مدير بالإضافة لتدريس الرياضيات ذكور 10 و9. فأنا حكيت إنه هاي فرصة لازم أثبت جدارتي فيها، هي صعبة ومش سهلة أبدا، حكيت إنه هاي فرصتي إني أثبت إنه أنا بستطيع أعمل هذا العمل. يعني فعلا جربت، كان بالبداية صعب، هم وقفوا معي، يعني حاولت إني أبذل مجهود أكتر، حاولت إنه أعمل كل إشي بقدر عليه، الحمد لله كانت الأمور جدا كويسة، وقفوا معي ساعدوني وأنا كنت مرتاحة. يعني أهم شيء بالمكان إنه أنت تكون مرتاح بالشغل وتحس أصحاب العمل بقدروك، بالتالي بتبطل تحس بأي تعب، بتصير تحس إنه أنت نفسك تقدم لهم كمان وكمان 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 لمصلحة الشغل. فكان هو طبيعة عملي كمساعد مدير كانت يعني ما تقيدت بأعمال معينة، لأنه كنت أحب إنه أي مكان أحاول إني أعمل فيه إشي جديد ومنظم وكويس إني عادي أشتغل فيه، كطلاب، كتعامل مع أولياء أمور، كتعامل مع مسؤولة شؤون موظفات، تحضير أكاديميا، متابعة أوراق العمل، متابعة الامتحانات، العلامات، التدقيق، شكاوي الأهالي، بالمناوبة، بالفرصة، بالساحة، مقابلة معلمات، يعني كنت أشتغل بجميع أي شيء بتعلق بالمدرسة وبخدمة المدرسة كنت أشتغل فيه. يعني زي ما قلت لك لما تحب المكان بصير ما بيفرق معك إنه أنت بس بدك تأدي بس واجبات وتروح، لا بصير يهمك إنه هذا المكان توصله لأحسن مستوى أنت بتقدر توصله لإله. فهذا بالنسبة لمدرستي الارتقاء. ما شاء الله عليك، وإحنا نتمنى لك التقدم والإزدهار أكثر وأكثر،
وأنت من أهل الكفاءات الأردنية اللي نفتخر فيها في هذا البلد العزيز. الآن تحدثينا أكثر عن مدرسة الارتقاء، عن أعداد الصفوف التي لديكم من أي صف إلى أي صف، وما هي كوادر التوظيف لديكم؟ بالضبط. هلا نحن مدرسة الارتقاء العلمي في عنا نحن تقريبا نقسمها ثلاث أقسام. عنا قسم الروضة، هو قسم منفصل بإدارته بمديرته بمعلماته بالطابق تبعه. عنا قسم المرحلة اللي هو قسم الأول ثاني ثالث، احنا بنفصله شوي عن قسمنا من رابع لعاشر لأنه إلهم يعني نظام تدريس مختلف كأطفال، تأسيس كنظام حصص، ك توقيت الحصة كمان عندهم مختلف، فرصتهم جولاتهم أكيد بروحوا أبكر من طلاب الكبار. فعنا تقريبا 15 شعبة من أول إلى ثالث، وعنا من رابع لعاشر 17 شعبة بين الذكور والإناث. نظامهم مختلف عن أول تاني ثالث أنه بالحصص. هلأ أكاديميا بقدر أحكي لك أنه إحنا مدة الحصة عنا 45 دقيقة. بنتميز بانه احنا دائما الطلاب اول شيء كتقسيم داخل الصف ما بنحط اعداد، يعني اقصى حد يكون عدد الصف في 25، بين ال 15 وال 25 لا يتجاوز ذلك. جميل. حتى انه الطلاب يكونوا كل ما كان العدد اقل كل ما انه صار فرصه للطالب انه يسال يجاوب كمتابعه، المعلمه انه تتابعهم بشكل افضل تحفظهم بشكل افضل. فانه كان بهمنا هاي الشغله انه احنا ما نحط اعداد بالصفوف. اللهم صل على سيدنا محمد. كتدريس اكاديميا كتدريس انه احنا دائما كل ماده في لها كدوسيه مدعمه للكتاب، يعني دائما عندنا دوسيه مدعمه للكتاب التوضيح، يعني انه اشياء اضافيه انه بحيث اذا كان الطلاب في اشياء مش واضحه بالكتاب، اذا كانت الامثله مش كافيه، اذا كانت الاسئله مش كافيه، بحيث هو تكون مغطيه الماده من جميع النواحي. نحاول دائما كمان نعمل لهم حصص محوسبه، نعمل لهم نبعثهم زيارات تكون مدعمه للمنهاج كذلك. ما شاء الله عليك انس الايمان. انس الايمان تدرينا اكثر، ما الذي يميز الكادر الأكاديمي لديكم في هذه المدرسة عن باقي المدارس؟ الكادر الأكاديمي عندنا أهم ما يميزه أنه تحسه بيشتغل كفريق واحد، يعني ما في عندنا الشلالية أبدا. بتحس كل المعلمات كأسرة واحدة، يعني الكل. أنا كان ببداية اجتماعاتي معهم أطلب منهم دائما أنه اعتبروا انه فريق واحد، يعني شفتي خلل عند معلمه معينه ساعديها انه تصلح هذا الخلل، ساعديها كيف مثلا كان عندها مشكله بتحضير انه علموها كيف تحضر، علموها كيف تعمل اوراق عمل افضل، شفتي ملاحظه عليها كصف انه انت كزميله بينك وبينها ساعدوها انه هي تكون افضل. حتى احنا يعني كاداره نصير نشوف انه كلكم بتحبوا انه يطلع الكادر كله بشكل افضل امامنا، مش انه مبدا المنافسه انه انا المعلمه تطلع هاي افضل منها، لا، انه بدنا نشتغل كفريق واحد كلياتنا نسد خلل بعض، نكون مع بعض دائما. حتى يعني لما بنطلع مكان الكل بيطلع مع بعض، لما بنجتمع بمكان الكل بيكون مع بعض، لما نروح رحله الكل بيكون مع بعض. ما في مبدا الشلاليه، مبدا كل كتلة لحال، كل لا، ما مش موجود عندنا ابدا. كناحية العمل انه عندنا الحمد لله رب العالمين الكادر التعليمي بتقبل انه انت تعطيه ملاحظات، يعني ما بتضجر من هاي الشغلة، بيسعوا هم فعلا انه هم يكونوا الافضل. طبعا هذا الاشي بيعود لتعامل الادارة، بصراحة انه تعامل الادارة كان جدا راقي معهم، مش تسلط، مش يعني كانت الادارة بتساعدهم بمشاكلهم، بتوقف معهم بمشاكلهم، كل معلمة لها موقف يعني مع الإدارة ساعدوها فيه. فلذلك إنه بصير الكادر التعليمي فعلاً إنه هو حابب إنه المدرسة تصير للأفضل، مش لأنه هو عمل بدها تأديه وخلص. فعلاً الإدارة ما قصرت معهم أبداً، كانت معهم تعامل راقي، ما كان إنه أي معلمة تهان، ما كان حدا إنه حقه إنه يروح في مواقف كثيرة من المدير العام، إنه هو كان مع معلماته فيها ريحهم، حتى لو كانت مشاكل شخصيه فعلا كان يتعاون معهم فيها. فبالتالي اكيد هذا الشيء بده يجي بمردود ايجابي على المدرسه، اكيد هم بصيروا بدهم يعملوا لاجل انجاح هذا المؤسسه التعليميه،
مش مجرد انه هي يعني انه تدريس بس انه اعطي حصص واروح، لا فعلا كان كل حدا بيشتغل من قلبه حتى انه ينجح ويرتقي بهاي المكان. يعني فعلا بنحسها انه هي بيتنا الثاني، الكل بحس انه بيت، حتى لدرجه انه بيحكوا لي هاي السنه من ضمن الجمل اللي انا لهلا يعني انه احنا هاي اول سنه، مش يعني كانت عطله بين الفصلين، اول سنه ما بنستنى العطله، يعني اول سنه حابين انه نضلنا مدومين. يعني فعلا هاي الكلمه اسعدتني جدا، انه يعني لاي درجه هم مرتاحين، لاي درجه هم حاسين حالهم اسره واحده، لاي درجه هم حابين المكان. كل انه احنا مش حابين العطله. ما شاء الله عليك، وطبعا بتمناكم تقدموا للزهر اكثر واكثر، خاصه لإلك يا سعاده المدير امام البيش. في النهايه انا بتشكرك لاستقبال الرائد لنا لدعمكم برنامج كفاءات اردنيه. شكرا جزيلا لك انسه امام. العفو، اشكركم. ونستكمل معكم اعزائي المشاهدين حلقتنا لهذا اليوم من برنامج كفاءات اردنيه، مع ايضا مع احد اقسام الادارات، مع المدام رجاء التراكي. بداية يسعد مساك. أهلا وسهلا فيكم. نتعرف أكثر عليك مدام رجاء عن بداية سيرة حياتك المهنية والعملية. أنا أهلا وسهلا فيكم أول إشي، وشكرا لكم لهيك مواضيع، وبالذات إنه أشياء بتخص التربية والأمور اللي تخص طلابنا. وزي ما نحكي إحنا هاي يمكن اللبنة الأساسية الموجودة عندنا بالأردن وبنهتم فيها جميعا. بشكركم. معك أنا إن شاء الله رجاء التراكية، مشرفة في مدرسة الارتقاء العلمي مع المرتقي، مشرفة مرحلة. الصفوف اللي أنا بشرف عليها من صف أول لصف ثالث. جميل. الحمد لله. فيعني زي ما تحكي هاي بداية تأسيس، نأسس طلابنا بهاي الفترة إن شاء الله إنه بيكونوا للمستقبل. النقش بالحجر، هاي بسميها أنا دائما النقش بالحجر هاي المرحلة، لانها بتضلها ثابته الاخير كتربيه كتعليم. صحيح، هي بدايه تاسيس اطفالنا، نفتخر فيهم دائما وابدا. الان تحدثينا اكثر عن اقسام الصفوف اللي انت مشرف عليها من صف اول لصف ثاني صف ثالث. هذه الصفوف المرحليه الابتدائيه كما نسميها. كيف تريد الان تطور هذا القطاع العلمي لدى الاطفال وكيف استقبالهم لها؟ شوف، هي هاي المرحله في البعض يمكن يفكرها صعبه، هي صعوبتها تكمن بالتعامل. هلا اذا كان المعلم متقن بناحيه اكاديميا، يعرف يوصل المعلومه للطالب وبيعرف يعني مدى العمر او بينزل لمستوى العمري، سهله جدا من ناحيه التدريس. يمكن احنا هون بمدرستنا حاولنا انه نركز على الطالب، مثلا عندنا الصف الاول يكون في تسلسل بالتاسيس. يعني مثلا انا دائما بحكي للمعلمات انه خلي معلمه اول تتفق مع ثاني ان انا لوين وصلت انت اكملي، بس يعني كتقارير نعطيها للمعلمه انه وصلت معها. مثلا انا اول نقرا اربع جمل نهايه السنه، المفروض نكتب املاء غير منظور، مرات نحاول انه يكون عشان اي شيء امامه يتقنه كقراءه كاملاء. فبتسلم ثاني انا لحد ما وصلت بكمل. كملت مثلا عندي أثناء الجمل، أنا بعطي مثلا فقرة بثاني، فقرة ونص بثالث، غير إنه كان بدي أبني شخصية الطالب. لازم بأهتم إنه يكون من الناس مثلا اللي يقرأ، يكون عنده روح إبداع، استكشاف، استقصاء. ندخل التكنولوجيا بأمور ريع، مثلا أخلي الطالب يستكشف المس. أنا بس والله اليوم عندي هذا الدرس بدي أستخدمه مثلا على درس محاسب، أعمله مسلسل أو أعمل لك كذا. نحاول هاي الاشياء نخليها روح ابداع عند الطالب. جميل، ما شاء الله عليكم. كيف ترى استقبال هذهم الاطفال للسنه الدراسيه الجاده وبدايه سيره حياتهم العلميه؟ كيف ترى استقبالهم لهذا الموضوع؟ كطلاب بدايه سنه يعني انه من ناحيه علميه، استقبالهم من الناحيه العلميه كبدايات حياتهم وتاسيس لحياتهم. اجمل فتره، انا بالنسبه لي يمكن عشان ادرسها بحسها اجمل فتره. شيء ابيض انت تكتب فيه. كتابتك صحيح. بتظهر بهاي الفترة. صحيح. الملخص صحيح. كامل لهاي المواضيع كأطفال، حلو يعني جميل جدا إني أدرس طفل. طفل يعني تعاملهم كثير كثير يعني حلو. جميل، وما شاء الله عليك مدام رجاي، احنا نتمنى لك التقدم والاستمرار أكثر وأكثر عبر منبر قناة جوسات، وأنت من أهل الكفاءات الأردنية ومن أعمدة هذا البلد العزيز اللي نفتخر فيها. والله احنا يعني المدرسه، يمكن احنا مدرستي
اللي بنتمي فيها انتمائنا لها هي يمكن اللي وصلتنا، هي اعطتنا وفرت لنا هاي الامور، وكان اهمها الطلب. يعني في مدارس كثير حسيت ما بعرف ما الواحد ما بدم كلها ان شاء الله كل مدارس لها هدف، بس حسيت انه هدفنا هون هدف تربوي تعليمي. كان شغلنا بالمدرسه على الطالب نفسه، حاولنا نبني الطالب، نوصل الطالب لإشي معين، دخلنا حتى الانشطه حاولنا انها تكون انشطه منهجيه داخل الصف وخارج الصف داخل المدرسه كمحيط مدرسه بشكل عام. هاي الاشياء كلها حاولنا انه نعملها عند طلابنا، وكانت المدرسه هي اللي بتساعد. مرات يمكن المعلم عنده عطاء بس المدرسه كمان بتساعد انه تحد من نشاطاتك، انت في ايدك حد لحد هون معين خلاص، لا هون اعطونا المجال ايش بدكم، يعني نطلب توفير، فهذا الاشي ساعد انه نتقدم الحمد لله. وقاعد تحكي عن مدرسه يمكن عمرها قصير بس يمكن سمعتها صحيح اكبر من الحمد لله الحمد لله. بتحكي عن مدرسه 4 سنين يعني منافسه، صحيح. انا بعتبر نفسي كمرحله وكمدرسه بشكل عام نفس منافس بين مدارس المنطقه الحمد لله. جميل ما شاء الله عليكم، احنا نتشكرك لاستقبالك الرائع لهذه الكلمه الجميله على منبر جوزات. شكرا لك. شكرا لكم، حياكم الله، اهلا وسهلا. والى هنا اعزائي المشاهدين تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، وانتظرونا بكفاءه جديده كما عودناكم، ودمتم بامان الله.
راسك بالعالي مرفوع الهامة، انت اردني اهل الكرامة. راسك بالعالي مرفوع الهامة، انت اردني اهل الكرامة. من عطر الغاب بحضن الريحانة، من فوح السوتن هبتها بوابة. اردن يا اردن يا هالي وناسي، بالعالي اعلن حبي واخلاصي. وعشت انا بعمري مرفوع الراسي، عجبن العزه باسمك مكتوب بوبا. على ابوابه منقوش على